فوتشي يصرح البعض بحاجة لجرعة معززة من اللقاح. الصين تسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا، وعصير الشمندر لديه قدرات مذهلة ضد السرطان. المزيد في العربية صحة، فأهلا بكم. نبدأ من ملف فيروس كورونا ولقاحاته، إذ قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة إن الأمريكيين الذين يعانون من ضعف في المناعة قد يكونون بحاجة إلى جرعات معززة من لقاحات كوفيد-19. فاوتشي أوضح في مقابلة مع CNN أن من يخضعون لزراعة أعضاء أو لعلاج كيماوي ومن يعانون من أمراض المناعة الذاتية سيكونون من بين أوائل المستحقين للجرعات المعززة التي يتوقع تسليمها بين الخريف المقبل وربيع العام القادم. نبقى في أخبار لقاحات كورونا، حيث كشفت دراسة أمريكية أن الأشخاص في العشرينيات من العمر لديهم استجابات للأجسام المضادة أقوى 7 مرات من الأشخاص فوق عمر 70. الدراسة التي أجرتها جامعة أوريغون للصحة والعلوم شملت 50 مشاركا حصلوا على جرعتهم الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 منذ أسبوعين، فيما أثبتت دراسة أخرى أن الاستجابة المناعية للفيروس تعتمد على عدة عوامل أحدها العمر. إلى الصين هذه المرة، حيث أعلنت السلطات الصحية تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ يناير، مشيرة إلى عدم تسجيل وفيات جديدة. لجنة الصحة الوطنية أوضحت أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24، فيما لا تصنف الصين هذه الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة. في خبرنا الأخير، حيث أفاد تقرير لصحيفة إكسبرس البريطانية أن عصير الشمندر يتمتع بقدرات وقائية كيميائية، مشيرا إلى أنه قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وارتفاع ضغط الدم. التقرير أوضح أن عصير الشمندر الذي يكتسب لونه من مادة البيتالين يكافح الجذور الحرة ويساعد على التخلص من الخلايا غير المستقرة في الجسم، وهو ما يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.